بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث والأربعون: الذبابة والثور. ذبابة وقعت على قرن ثور. ذبابة مبتدأ، وقعت فعل ماض في محل رفع خبر، والتاء للتانيث، وفعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ على قرن متعلقا بوقعت، وقرن مضاف ثور مضاف إليه، وظنت أنها ثقلت عليه. الواو حرف عطف، ظنت فعل ماض من أفعال القلوب، والتاء للتانيث، وفعله ضمير مستتر تقديره هي، أن حرف مشبه بالفعل، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن، ثقلت فعل وفعل، والجملة في محل رفع خبر أن عليه متعلقا بثقلت، فقالت له: إن كنت قد ثقلت عليك فأعلمني حتى أطير عنك. الفاء حرف عطف، قالت فعل وفعل، له متعلقا بقالت، إن حرف شرط، كنت فعل ماض ناقص وهو فعل الشرط، والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم كان، قد حرف تحقيق، ثقلت فعل والتاء فاعل، والجملة في محل نصب خبر كان، عليك متعلقا بالفعل ثقلت. الفاء رابطة لجواب الشرط، أعلم فعل وفاعل وهو جواب الشرط، والنون للوقاية التي تقيه من الكسرة، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، حتى حرف جر. أطير فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، والمصدر المؤول من أن المضمرة والفعل في محل جر بحتى، والجار والمجرور متعلق بأعلم، عنك متعلقا بأطير. فقال لها الثور: يا هذه، ما شعرت بنزولك حتى يريحني فراقك. الفاء حرف عطف، قال فعل، لها متعلقا بقال، الثور فاعل، يا حرف نداء، هذه منادى، ما نافية، شعرت فعل والتاء فاعل، بنزول متعلقا بشعرت، ونزول مضاف كي مضاف إليه، حتى حرف جر بمعنى إلى، يريح فعل مضارع منصوب بأن المضمرة، والنون للوقاية، والياء مفعول به، فراق فاعل مضاف كي مضاف إليه، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحتى، والجار والمجرور متعلق بشعرت، والله أعلم بالصواب.